الجنيه المصري ارتفع بمستويات تقترب حوالي 20% من أدنى مستوى ليه، يعني بعد ما كان الدولار وصل في وقت من الأوقات حتى في السعر الرسمي لمستويات تقترب من 20 جنيه، تراجع لمستويات بالكاد فوق ال 16 جنيه، يعني تقريبا حوالي 18 او 19% ارتفاع في قيمه الجنيه. بالنسبه لمعدلات التضخم فنتوقع انخفاض معدلات التضخم وتوقف ارتفاعات السلع اللي شهدناها على مدار الست شهور اللي فاتت بشكل فيري اجريسيف، نتوقع ان هي تتحرك بشكل بطيء في الفتره اللي جايه، وربما نشهد كمان هدوء في الاسعار بشكل عام خاصه اذا تمكن الجنيه المصري من حفاظ على اسعاره. تمنياتنا للاقتصاد المصري بالازدهار.